ده محتاج السوق السمك هنا في محل الصيد. كلمنا عن الاسعار النهارده وانواع السمك اللي عندك ايه؟ النهارده في مرجان بلدي عامل 60 جنيه، وعندي سبيت عامل 130، في الكاليماري عامل 100، في عندي اخطبوط عامل 120، فيش البياض عامل 100 جنيه، اللوت عامل 80، البوري عامل كبير عامل 70، والوسط عامل 60، في البولفي النهارده اتباع ب 30 و35. قول لي اكتر انواع اقبالا عليها ايه؟ البولتي القراميط، المكرونه عاليه شويه اليومين دول عشان خلاص هتمشي. هي المكرونه ليها موسم معين؟ طبعا الموسم بتاعها بيبدا معاك من اول 9 تفتح الصيد لحد شهر 4، ده موسم السمك عامه كله، في اقبال كتير، السمك كتير بينزل من السويس. قول لي ايه افضل انواع السمك اللي عندك؟ في قاروص وفي دنيس وفي شعور وفي امور وفي عار وفي ناجل، في انواع سمك كتير، بس اسماكها طبعا زي ما انا عارف كل سمك ليه سعر معين، فاهم ايه هو بياخد ايه؟ فاهمني؟ غير البولت والبولي، البولت والبولي معروف دي سرعه بتنزل محكومه في السوق كله، بتتراوح من 30 لحد 40 جنيه. ده سمك البولتي، والبوري زي ما قلت لحضرتك معاك من 60 لحد 70 و75 جنيه بوري، فاهمني؟ ده السلعه المتواجده في السوق. بقيه الاسماك طبعا بسعر اليوم، ايه النهارده مثلا السعر ممكن في الطالع وممكن في النازل.